هل في حد يقدر يخالف هذا التوجيه؟ مش هقول لك هذه الأوامر، لا مفيش. ولو ضبط واحد مهما على شأنه في وظيفته أو قل شأنه في وظيفته، في وظيفة صغيرة أو وظيفة كبيرة، خالف هذا التوجيه، يدي هويتي يا ده يا دقي، ده كده والدته دعت عليه. بتكلم بجد. ليه؟ لأنك بتضر بمصالح عليا حقيقية للدولة في هذه الحالة. عارف ليه؟ لأنه لما تبقى أنت بتتسبب في تأكيد شائعة ما يتقال أصل الناس ما خدتش تعويض، ولا التعويض طلع بخس، ولا 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 ولا، لا ده أنت بتعمل لي مشكلة كبيرة بقى. لما الرئيس يقول أنه هذه المدن، هذه الوحدات تسلم تسليما كاملا، يعني المبنى متكامل، الخدمات متكاملة، التشطيب متكامل ليس به عيب، خد بالك، المية داخلة، الكهرباء داخلة، التليفون داخل، فايبر أوبتكس داخلة، المناطق الخضراء معمولة، مناطق الأطفال معمولة، الخدمات المحيطة من محال تجارية أو وحدات، يعني لا يجرؤ حد على هذه المخالفة. خلونا بالمناسبة ناخد معانا، يعني بالمناسبة تحديدا منطقة حدائق أكتوبر، باشمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز حدائق أكتوبر. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. كنا بنتكلم أكتر على مسألة المشروعات اللي تم افتتاحها النهاردة بوجود فخامة الرئيس، وأنا كنت بتكلم تحديدا على أنه هذه المشروعات أول ما بيتم تسليمها، يعني إجراءات التسليم من الجهاز إلى المواطن، يبقى المشروع كامل متكامل، والوحدة 100 فل و14. أنا صح؟ بالضبط كده طبعا. إذن فإحنا بنسلم الوحدات دي جاهزة متشطبة طبعا، داخل لها ميه وكهرباء وتليفونات وفايبر اوبتكس وحاجات زي كده، انا مش بحلم يعني. لا لا، الكلام ده كله مظبوط. اللاند سكيب بيكون كامل، شركات الصيانه اللي مسؤوله عن العمارات بتكون موجوده وجاهزه، لان كان اهم خطوه عندنا مش غير الانشاء، يعني انشاء الوحده ديت دي حاجه احنا بنعتبرها بيبقى اسهل حاجه موجوده. لكن ازاي نحافظ على هذا المكان دوت، دي اللي بتاخد معانا اهميه خاصه جدا. حلو. خاصه ان دي ثروه عقاريه، دي حياه مواطنين، دي خدمات بتوفر للمواطنين، وبالتالي فبيتم التعاقد مع شركات مسؤوله عن صيانه العمارات، مسؤوله عن صيانه اللاندسكيب اللي موجود، في امن بيبقى موجود سواء في سكن مصر او في دار مصر. كل ده من الحاجات المهمه جدا لاكتمال المنظومه بصوره صحيحه. عظيم جدا. طب باشمهندس محمد، لو افترضنا ان انا راجل مواطن من الحاجزين في هذه الوحدات، وبالفعل عملت اجراءات الاستلام بتاعه الوحده بتاعتي ايا كانت بقى مساحتها، وبعدين وانا بستلم، فحضرتك عارف القطاع الخاص يجي يقول لك ايه، هنعمل حاجه اسمها محضر الاستلام، واظن برضو حضراتكم بتعملوه. فانا بستلم مثلا، لقيت والله مش عارف الباب ده فيه مشكله، مش عارف السيراميك اللي في المطبخ ده فيه حته فيها بلاطه فيها كسر، هل برضو في هذه الحال بنتعامل زينا زي القطاع الخاص واحسن اقول له لا حقك، يبقى انا هغير لك البلاطه دي، هظبط لك الباب ده، مش عارف هعمل لك الخلاط ده الى اخره؟ احنا العمليه عندنا معكوسه شويه. قولي. احنا ما بنعملش محضر استلام، احنا اللي يجي الاول المواطن يتفرج على الشقه بتاعته. حلو. مع الشركه المنفذه، مع مندوب من جهاز المدينه. جميل. اللي اشرف على التنفيذ يتفرج على الوحده بتاعته، يشوف اذا كانت الوحده فيها اي مشكله قبل ما يمضي على اي ورقه خالص. ايوه. اقتنع بيها ومفيش اي مشكله خالص، بيجي يتفضل يشرفنا، بيكمل اجراءاته، بيمضي على محضر الاستلام بعد المعاينه مش قبل المعاينه. عظيم جدا. وعلى فكره برضو حتى بعد الاستلام لو في حاجات ظهرت معاه عيوب تنفيذيه وما كانتش واضحه ساعه الاستلام، او شاف حاجه ما عجبتوش. أيوه. بنرجع تاني برضو، بيبقى حقه بيبعت له الشركه تيجي تصلح له الحاجات اللي موجوده اذا كانت سوء تنفيذ. عظيم. وبيبقى الاجراء ميسر يا باشمهندس، ولا يعني زي ما يقولوا كده زمان المواطن يدوخ السبع دخات؟ لا لا، احنا ما عندناش شباك واحد موجود. حلو. هو اللي بيدي فيه ورقه،
بيجي العائد بتاعه اللي موجود، بيخلص اجراءاته مع البنك وبيجي يخلص كل اجراءاته عندنا، وبياخد جوابات لشركه الميه وشركه الكهرباء، بيروح يوصل عداداته على طول. يروح لشركه الكهرباء يوصل العدادات. هل وارد باي حال من الاحوال انه توصيلات الكهرباء العموميه للمبنى ممكن ما تكونش واصله فيتم توصيلها تباعا خلال فتره ما؟ لا يعني هي ممكن كان في عندنا من فتره، يعني كانت فتره بعيده كده، كان بنوفر القدرات الكهربائيه لبعض النماذج للاسكان الاجتماعي. أيوة. والحمد لله تم تنفيذها بالكامل ووفرناها بالكامل، وبنسلم المواطنين دلوقتي تباعا كده. لكن هي طبعا احنا عشان طبعا احنا في ازمات كورونا العالميه. أيوة. احنا بنحدد مواعيد لكل عمارتين، ثلاث ايام في الاسبوع، ثلاث عمارات، يعني كل يوم ثلاث عمارات بييجوا يستلموا الجدول، وبنخلي اخر الاسبوع يوم لمن تخلف عن الحضور، عشان عمليه تنظيميه فقط، عشان ما يبقاش في تكدس، لان النهارده عندي 10440 وحده. فبننزل لهم جدول، على التسليم. بنسلم ثلاث ايام في الاسبوع، كل يوم من الثلاث ايام دول بيكون في ثلاث عمارات بيتسلموا. وفي اخر الاسبوع من تخلف في هذه المواعيد بيجي يحضر في اخر الاسبوع وبيكمل اجراءاته. لو ما كملش في هذا الاسبوع بيستنى لغايه اخر الجدول خالص، وبيجي يكمل اجراءاته وبيستلم. ده اذا تخلف هو عن الميعاد. بالظبط. جميل. طيب هل المواطن بيتعامل مع الجهاز ولا يتقال له لا روح انت شركه الكهرباء، روح انت شركه الميه، روح انت مش عارف ايه؟ لا هو على طول، هو بمجرد ان هو بيدفع الفلوس بتاعته في البنك، سواء في سكن مصر او في دار مصر، بيجي يكمل اجراءاته وبيستلم الوحده السكنيه بعد المعاينه. وبياخد جواب الميه والكهرباء، بيحط له في نفس الوقت بيخلصها على طول، يتركبوا له العدادات على طول. على طول. عظيم جدا. يعني انا بسالك دايما الاسئله اللي بتيجي على بال اي مواطن، الناس بتسالها لنا، تبعتها لنا على صفحتنا الى اخره، وبالتالي فبحاول قدر الامكان معاك اقول لك الاسئله اللي بتجي لنا، بحيث ان احنا يبقى في دايما عندنا الاجراءات اللي عندنا في المدن الجديده بتبقى اسهل بكتير جدا. احنا عندنا نظام الشباك الواحد بيخلص اجراءاته كلها. هي ممكن الوقت اللي بياخد معاه الوقت في المعاينات اللي بيتم من المواطنين للوحدات السكنيه قبل الاستلام، هي دي اللي بتاخد معاه وقت. واحنا طبعا بنديله راحته جدا في ان هو يمر على الشقه كويس ويبص عليها كويس جدا ويتفرج عليها ويطلع الملاحظات اللي موجوده فيها. بيسلم الملاحظات رسمي، اذا كان في ملاحظات موجوده بيسلمها رسمي للجهاز، بيقول عندي ملحوظه 1 2 3 4 في الوحدات اللي موجوده، بيتم تكليف بيها الشركه المنفذه تحت اشراف الجهاز وبعض الجهات الاستشاريه اللي موجوده، بيتم تنفيذها. وبعد ما يكون راضي عن الوحده بيجي يستلم وبيخلص اجراءاته كلها. عظيم جدا. انا بشكرك جدا باشمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق اكتوبر. الف 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 شكر.